السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي عزيزاتي في الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي صفحة رقم 14. غادي نمشيو نلاحظوا ونتعرفوا على تأثير التلوث على الجهاز التنفسي وأسبابه. إذن ما تأثير التلوث على جهازي التنفسي؟ ما تأثير التلوث على جهازي التنفسي؟ Quel est l'effet de la pollution sur mon appareil respiratoire؟ غادي نمشيو نلاحظو هنا الهدف التعلمي. أفسروا تأثير التلوث على الجهاز التنفسي. هنا عندنا جوج نتاع الصور كما تشوفوا، الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى نلاحظ طفلا يختنق بسبب الدخان المنبعث من المعامل أو من السيارات، وهنا نلاحظ طفل مصاب بالجهاز التنفسي. غادي نشوفوا أسباب إصابته للجهاز التنفسي. هنايا ماذا نقول في أتساءل؟ وش غادي نعطيو واحد السؤال بالنسبة للصورة الأولى. وش نقولوا؟ ما مصادر التلوث؟ ما مصادر التلوث؟ إذن غادي نكتبوا ما مصادر التلوث؟ ما مصادر التلوث؟ نمشيو الصورة الثانية، تهي نديرو لها واحد السؤال. ما أسباب إصابة الجهاز التنفسي؟ ما أسباب إصابة الجهاز التنفسي؟ غادي نمشيو الأفترض. ماذا أفترض؟ أفترض أن الدخان هو سبب التلوث. أفترض هنا ما مصادر التلوث؟ الدخان هو تاع السيارات ونتاع المعامل. إذن وش نقولوا؟ الدخان هو سبب التلوث. الدخان هو سبب التلوث. وهنا ما أسباب إصابة الجهاز التنفسي؟ هو الدخان بالطبع، وهو الدخان هو سبب التلوث، ويصيب نكملوا عليها ويصيب الجهاز التنفسي. ويصيب الجهاز التنفسي. إذن هذه هي الفرضية اللي نفترضوها. نمشيو ثانيا، أبحث في وثائق عن مصادر تلوث الهواء وأسباب إصابة الجهاز التنفسي. هنا غادي نديرو واحد البروجي وغادي نصاوبو فيه المصادر ونصاوبو فيه نبحثو على مصادر التلوث ونديرو والأسباب نتاع الإصابة الجهاز التنفسي. هنا أصفوا ما تعبر عنه الصورة، ثم أملأ الفراغ بما يناسب: النقل، الملوث، الدخان، المعامل، التنفسي. هادو نديرهم هنايا في الفراغات. يتلوث الهواء أساسا بسبب، باش كيتلوث الهواء؟ بسبب ماذا؟ بسبب الدخان.
ها هو هنا الدخان تاع المعامل ولا تاع السيارات هو اللي كا يتلوث به الهواء. اذا غادي نقولوا بسبب الدخان، بسبب الدخان غادي نكتبوها هنا المنبعث من وسائل ومداخل. منين كيجي المنبعث؟ من وسائل النقل، وسائل النقل وهما الدراجات الناريه والسيارات والشاحنات، ومداخل المعامل، ومداخل مداخل المعامل. اذا غادي نكتبوا النقل بسبب ومداخل مداخل النقل. النقل هما السيارات والشاحنات والدراجات الناريه، بسبب النقل والمعامل. هذه المعامل. يرتدي الطفل كمامة تقي جهازه. وش نقوله؟ جهازه هاد الكمامة. علاش كندير نضعها لتقينا من التلوث، من الهواء الغير صالح للتنفس. هنا كنديروها باش كيدخلنا غير الهواء اللي صافي والملوث ما ندخلوش. اذا ماذا نقول؟ نقي تقي جهازه التنفسي، التنفسي. التنفسي من تأثير الهواء الملوث، الهواء الملوث. من تأثير الهواء الملوث. أعيد هذا النص. يتلوث الهواء أساسا بسبب الدخان المنبعث من وسائل ومداخل النقل والمعامل. يرتدي الطفل كمامة تقي جهازه التنفسي من تأثير الهواء الملوث. إذن غادي استخلص. واش استخلصنا من هذا الدرس؟ واش استخلصنا؟ املأ الفراغات بما يناسب. غادي نديرو كل كلمة في موضعها. هنايا إصابة الملوث أمراض سامة. واش يحتوي الهواء؟ يحتوي الهواء الملوث، الملوث، الملوث على مواد. علم كي يحتوي الهواء الملوث على مادة سامة، على مادة سامة تؤدي إلى إصابة، إصابة، إصابة الجهاز التنفسي بعدة أمراض، بعدة أمراض، عفوا، بعدة أمراض كالحساسية والربو والسعال. هادو أمراض، الربو مرض، حساسية مرض، والسعال مرض. غادي نعاود الخلاصة. يحتوي الهواء الملوث على مواد سامة تؤدي إلى إصابة الجهاز التنفسي بعدة أمراض كالحساسية والربو والسعال. إذا سنذهب إلى الصفحة رقم 15. ما مصادر، عفوا قبل ما نمشيو للصفحة رقم 15 غادي نمشيو هنايا. جو مي كخوا دوفون La bonne réponse. Les enfants qui ont des problèmes de respiration sont qui habitent. قالك الأطفال اللي عندهم problème يعني مشاكل. شكون هما الأطفال؟ واش dans la grande ville؟ واش اللي في المدينة الكبيرة؟ نعم
هادي عندهم غرون بروبلام، لحقاش كيكون التلوث نتاع لاخر السيارات والشاحنات والمعامل عندنا دون لا كومباني. لا هنا لا كومباني هو الباديه يعني العروبيه، ما عندهمش بروبلام الاطفال اللي ساكنين فيها. بخي دي لو توغوت تا هادي فيها البروبلام، كتفوت عليهم السيارات على الطريق. اذا نمشيو صفحه رقم 15. ما مصادر الاغذيه التي اتناولها؟ غادي نتفهم غادي نفهمكم نتا المصادر نتا الاغذيه التي اتناولها، وحددوا مصادر تغذيتي، ولاحظوا بعض الاغذيه التي اتناولها خلال وجباتي الغذائيه. هنايا كما راكم تشوفوا هاد الصوره، واحد الطفله تتناول وجبتها الغذائيه. ماذا نقول؟ ماذا نلاحظ؟ ولاحظوا بعض الاغذيه التي اتناولها خلال وجباتي الغذائيه. غادي نديروا لها واحد اتساءل، وش نقولوا؟ كيف اميز بين الاغذيه التي اتناولها؟ وش نعاودوا؟ اتساءل كيف اميز بين الاغذيه التي اتناولها. اذا غادي ندير واحد التساؤل، كيف اميز بين الاغذيه التي اتناولها باش كنميزو بالاغذيه التي اتناولها. افترض، واش نفترضوا هنايا؟ بتصنيفها الى عده انواع، هي فيها عده انواع مصنفه الى عده انواع. اذا بتصنيفها إلى عدة أنواع غادي نمشيو أبحث في وثائق خاصة بالتغذية عن مصادر الأغذية التي أتناولنا. غادي نبحثو على صور تاع التغذية والمصادر ديالها، هي مشاية المصادر ديالها. كاين تغذية نباتية، وكاين حيوانية، وكاين معدنيه. نباتيه بحال الخضار والفواكه والخبز، وحيوانيه مثل الدجاج، اللحم، لحم البقر، لحم الغنم، السمك، كاع هادي حيوانيه. ومعدنيه بحال الماء، المعدني. اذا اصنفوا بعض الاغذيه التي اتناولها حسب مصادرها. عطاونا هنا خبز، عطاونا حليب، عطاونا سكر، عطاونا ماء، عطاونا بيض، وعطاونا بطاطس وملح طعام، وهنا لحم. غادي نصنفهم الى عده اصناف، وغادي نقولوا كل واحد في المكان المناسب ديالو، النباتي والحيواني والمعدني. غادي نمشيو للخبز. الخبز مناش كيتكون الخبز؟ الخبز يتكون من القمح، والقمح منين كنجيبوه؟ من نبات. إذن هو نباتي. باش عرفنا الخبز نباتي، كنجيبوه من نبات وهو القمح، يعني كيتغرس. غادي نديرو في النبات الخبز نباتي. إذن الحليب، منين كيجينا؟ المصدر ديالو، يعني منين كيجي المصدر؟ هو منين كيجي؟ كيجي من البقر أو الماعز. والماعز واش هو حيوان ولا نبات ولا معدني؟ ولا معدني عفوا. هنا البقر حيواني، إذن كيتبع الحيوان. حليب، المصدر ديالو حيواني. غادي نمشيو هنايا عندنا السكر. منين كيجي السكر؟ كيجي من نبات، يعني واحد القصب كينبت وكيكون حلو، وبه كنصنعوا السكر، يعني كينبت،
إذا نباتي غادي نديرو السكر هو نباتي. شنو عندنا؟ الماء، الماء هو معدن كيخرج من الأرض، الماء كيخرج من الأرض، كتجي الشتا وكيهوت في الباطن تاع الأرض، ومن بعد حنا كنجبدوه من باطن الأرض ويسمى ماء معدني، ماء معدني يعني نديروه في المعدن. نمشيو البيض، البيض، البيض مني كيجينا الدجاج، والدجاج وش هو؟ هو حيوان، إذن البيض حيواني. عندنا البطاطس، البطاطس كتنبت في الأرض، يعني كتنبت بالربيع وكل شيء تحت الأرض، إذن هي نباتي، ولهذا سنضعها مع النبات، بطاطس. نمشيو للملح، نمشيو للملح هو معدني، تا هو يستخرج من البحر، إذن هو معدني. ملح الطعام. ويبقى لنا هنا اللحم، لحم البقر يعني هو حيواني، يعني جاي من البقر أو الغنم، لحم. فهمتوا المصادر تاع هادشي؟ المصادر هو نمشيو منين جاي هذاك النبات أو الحيوان أو المعدني. إذا غادي نمشيو للخلاصة، ماذا نستخلص من هذا الدرس الذي قرأناه وفهمناه؟ أملأ الفراغات بما يناسب، كاين معدني، حيواني، نباتي، هادو هما اللي قريناهم الكلمات الأساسية في هذا الدرس، هو نتعلموا ما هي الأشياء المعدنية والحيوانية والنباتية. إذا غادي نمشيو للخلاصة، الأغذية التي أتناولها متنوعة، يمكن تصنيفها إلى أغذية من مصدر، هناك الخضر والفواكه والحبوب، منين جاية؟ نباتي، نباتي، غادي نكتبو نباتي، نباتي. وعندنا أغذية من مصدر كاللحوم الحليب والبيض، من مصدر حيواني. وبقي لنا أغذية من مصدر كالماء والملح الطعام، معدني. نمشيو لأستثمر، هنا عندنا واحد السؤال باللغة الفرنسية غادي نفهمها لكم. جي إكري لوريجين دو شاكان دو سي زال ليمون، وشا قالوا لنا هنا؟ غادي نديرو كل واحد فيهم واش هو من أصل حيواني، معدني، نباتي باللغة الفرنسية. بحال هادي أليمون سون أوريجين، أوريجين وهي نباتي. إذا غادي نمشيو هنا، قالوا لنا ساردين، ساردين هو الحوت. ما هو ساردين؟ أنيمال يعني حيواني، أنيمال، أني مال، أنيمال. عندنا كاغوت، كاغوت هي الزرودية، وش غادي نقولو؟ سي فيجيتال، سي فيجيتال. في جي تال، فيجيتال. ياغورت، ياغورت هو دانون، أنيمال تهي من أصل حيواني، كنجيبوه من الحليب، والحليب مني كيجي من البقر، أنيمال، أنيمال. غوز هو الرز، هو أصل نباتي يعني فيجيتال. عندنا بوم، بوم وهي التفاحة، منين جاية؟ تا هي نباتي، غادي نديرو فيجيتال.
نتمنى أعزائي عزيزاتي تكونوا فهمتوا الدرس جيدا. نتمنى كان الشرح ديالي مبسط. وما تنساوش بالنسبة للتلاميذ اللي عاد جداد يتابعونا معايا ديك اللغة ديك الكتابة الحمراء اللي راها تحت الفيديو، شوفوا تحت الفيديو غادي تلقاوها كتابة حمراء باللغة الفرنسية، نضغطوا عليها بالأسبوع ديالنا وغادي تعطينا واحد اللون هو داكن، يعني راكو تابونيتو معايا وغادي يكون ما نرميشي فيديو غادي يوصلكم انتوما الولا وتنجحوا ان شاء الله. شكرا لكم، الى درس مقبل ان شاء الله.